الله مش على الخلاص اللي قام يسمع اخوان يسمعوا التقني والمتصرفين الاطباء والممرضين كل فئات جميعها ثم العربيين والاناث. هذه هي المبادئ الاساسيه اللي تكلمنا عليها الشيخ ناقب الثلاثي، ثم لا راس المطالب اللي هو عدم التضحية هو زيادة الأجور. نطالب بالتنسيق النقاب الثلاثي بالزيادة في الأجر ب 3000 درهم، لا تقل الزيادة عن 3000 درهم. ثم سن منظومة التعويضات، ثم حيدوا علينا داك مسألة تاع لي تي بي اس. هذا بالنسبة لهذا التعبير، هذا تاع التعويضات على الأعمال الشاقة والمفوتة فيه نوع من الإعانات الشعبية الجماعية. إذن الإخوان، حنا الآن مقبلين على حوار، نريد حوار يكون حاسم، نريد التسوية الفورية لكل الملفات، ما تبقاش معلقة بزمن آخر. هذا هو اللي كاين الإخوان. نحن في هذه الوقت تعاقدنا وجدنا العهد أننا سنمضي معا لأجل الشليلة الجماعية، لأجل جدارتنا، سنحقق الأمر. لا نريد ثلاث طمات في حجم الغايات والأهداف التي من أجلها نناضل. تحية للجميع وشكرا لكم.